احنا في الاكسبو سايت اللي هو بيكون اول اكسبو في العالم ان الجمهور يقدرون يتكلمون ويشوفون روبوتات. احنا 152 روبوتات في كل الاكسبو وهم يستقبلون الجمهور ويجاوبون اسئلات. عندنا 5 انواع روبوتات، في المعروف اللي هو اوبتي اللي مسواه حق اليهال، يجاوب اسئلتهم، يصور معاهم وبعدين يرقص حتى حق اليهال. عندنا الروبوت اللي هو الامني اللي احنا نسويه الباترول روبوت. في نوعين روبوتات اللي هو حق الشحن، واحد منهم يشحن بضاعه والثاني اللي يشحن الخرائط حق الجمهور، وكلهم يعطونك معلومات ويجاوبون الأسئلة. الروبوتات موجودات في كل الأكسبو، يعني الأماكن اللي تشوف الجمهور يتمشون وايد مفروض في هذاك الأماكن بتحصل الروبوتات. بعد كل الروبوتات هم يتحركون على ذكاء اصطناعي، ما في إنسان اللي يتحركهم، هم عندهم برمج ويعرفون من هالوقت لوقت معين يسوون شغلاتهم، ويوم يخلصون روحهم يسيرون ويتشرجون.